نفسي عليه. ايه اللي جابك يا عم شحاتة؟ مش بيقولوا فيك سوف وخسوف النهارده؟ تعالى يا عم شحاتة. تعالى بيه. صباح الخير يا متولي. صباح الخير يا عم شحاتة. تعالى. نهار ابيض. اقعد. شوف يا عم شحاتة هياكل ايه وانا اللي هدفع الحساب. تاكل ايه يا عم شحاتة؟ هات لي طاجن فتة بس تزود لي فيها التقلية مع شوية زباعة على حتتين طحال مع اصبعين عصبان. طب ما اجيب لك بقرة تاخد منها اللي انت عايزه. الله يحفظك يا متولي. الوش مش غريب عليا. لا وايه الصوت كمان يا متولي؟ الصوت يخش القلب على طول، مش عشان هو عازمني على اكل. لا ده انت شبهه بالملي. شبه مين بالظبط؟ شبه الرئيس. الرئيس؟ يا سلام يا متولي، إلهي يا رب اجعل لك نصيب وتمد ايدك في ايد الرئيس وتسلم عليه. لو قابله واسلم عليه يا عم شحاته، ده انا كنت اقول له على بلاوي. كنت هتقول له عليا يا متولي؟ كنت هقول له على اللي بيحصل في البلد من وراه. وايه اللي انت شايفه بيحصل في البلد؟ شوف يا سيدي، انا مره ولا بلاش ابوس ايدك، ما تخليناش نخبط في الحلل، احنا مش ناقصين. بتحب الرئيس يا متولي؟ ايه اللي بحبه؟ ده انا من حب فيه انتخبته مرتين. ازاي يعني؟ مره بالبطاقه الانتخابيه بتاعتي ومره ببطاقه جوز عمتي الله يرحمه. انت اللي علقت الصورة دي؟ ما انا لو ما علقتهاش بتوع الحي هيجوا يشيلوا العربية. لما انت نزلت الشغل يعني ما خفتش من العمى زي ما بقيت الناس خافت؟ هخاف من ايه يا استاذنا؟ المثل بيقول لك ضربوا الاعور على عينه. شوف لي الحساب كام؟ 42 جنيه. انا نسيت اجيب معايا فلوس النهارده. لا انا العصر. لا 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 عصر ايه؟ لا استاذ وحياه والدك ما ينفعش النهارده بالتحديد، كسوف وخسوف وكمان ما فيش فلوس. ما تقلقش فلوسك هتوصلك لحد عندك ان شاء الله. يلا بجملك، ما عادتش تفرق، هو اليوم باين من اوله. الحق العصر يا عم شحاته. انت عايز فلوس؟ مين في البلد عشان تحافظوا عليا تبقوا غلطانين؟ والله يا فندم احنا كنا خلاص يا حازم، خلاص مش وقته. هتكلم في الحكايه دي بعدين. في ولد طباخ اسمه متولي، عنده عربيه اكل في القلعه. الولد ده يجي لي هنا في الرئاسه. حاضر يا فندم. يا حماتي صدقيني انت منظوره، انت واخوكي صلاح عظمه. وهنعمل ايه يا متولي؟ انت لو عايزه رايي تاخدي بعضك كده الصبح على طنطا، تزور السيد البدوي وتصلي ركعتين هناك. او النبي يسلم فمك، انا مشتاقه قوي. اتكل على الله ابو انشراح. وهي هتروح لوحدها؟ مش انت اخوها يعني لازم تروح معاها؟ خلاص ناخد انشراح معانا ونسيب العيال مع امهم. لا مالكش دعوه بانشراح، العيال برضو لازم يروحوا يزوروا السيد البدوي، ياكلوا حب العزيز وحلاوه شعر. ولا ايه يا عيال؟ ايوه عايزين نروح معاك. وانا عايز حب العزيز اهو. عايز حب العزيز اهو. وانا بقى هخلص شغل بدري واجي اقعد مع ابله انشراح عشان ما تقعدش لوحدها. شيل لها سيد يا بدوي. لكأن القدر ارسلك الينا في هذه اللحظه الفاصله من تاريخ هذه الامه، وكأن سفينه الوطن كانت في حاجه الى الربان الماهر الذي يصل بها الى بر الامان. أنت الذي قدت أمتنا إلى الرخاء، إلى الحرية، إلى الديمقراطية. أيوة انشراح. أيوة حبيبتي أنا خلاص بشطب أهو. بقول لك إيه؟ النهاردة زي ما اتفقنا بقى للصبح. بقول لك إيه؟ كلمت امك في طنطا؟ طب كويس قوي. بموت في التراب اللي بتمشي عليه. الحمد لله. بقول لك ايه بقى؟ شوف لنا حساب الحاجه دي كام. حساب مين يا امين؟ عيب، ده انا طلع لك العربيه واديها لك لحد باب البيت. ديليفري. ديليفري؟
دليفري ايه وبتاع ايه؟ بقول لك انا مش بتاع الدليفري، عاوز تجيب لي الاكل هاته انت. بموت في التراب اللي بتمشي عليه. قميص النوم البنفسجي اللي ما حلفنيش الحظ في سنه جوازي ان اشوفك لابساه، لدرجه اني شكيت انك شاريها لحد غيري. قولي لي بس يا امينه اعمل لك ايه؟ تعمل لي ايه؟ اعمل لي طاجن باميه وبيكون باللحمه، ومش اي لحمه، لحمه ضان. مش هتاخر حاجه بسرعه، مع الف سلامه. متولي يا متولي، طاجن لحمه بالباميه المفرومه. ايه الباميه المفرومه؟ قصدي بالباميه الضاني. بسرعه، انت اتهبلت ولا ايه؟ وبعدين الناس نفسهم اتفتحت النهارده ليه دونا عن اي يوم؟ حد يقول للرزق لا يا عم تولي. والرزق البنفسجي اللي انا سايبه في البيت اعمل فيه ايه؟ الولد متولي اللي قلت عليه يكون عندي بكره. حاضر. ايوه انشراح، اكيد امك وخالك نبرين على الليالي، مصر كلها جايه تاكل عندي. انا بدات اتفائل بالليلات. بصي بقى، عبال ما يمشوا شوح لنا نص كيلو كبده، ونزلي السبت لابو جورج هيحط لك 9 ازايز بيره مشبرين. بيره يا متولي انت مجنون، ما تقربيش ناحيتهم لغايه اما اجي، واوعي تطلعي البلكونه بالقميص البنفسجي. طيب تعالى بسرعه متاخرش، انا مستنياك. الطواجن دي كريفري يا عم متولف. كريفري تحسبني عليهم الصبح. لا يا رب يسعد ايامك ولا ليك يا استاذ متولي. ايوه يا عم شحاته ادعي لي، انا محتاج دعاك النهارده بالتحديد. لا يا رب وقف لك ولاد الحلال. لا يا رب. حضرتك متولي؟ ايوه ماشي. اتفضل معانا. عاوز ايه؟ ايه؟ اتفضل من خلفي. في ايه يا باشا؟ الراجل غلبان وعاهر والله ما عملت حاجه. باشا طلع خالص. ده كده اطمن. بركاتك يا مش حاجه. اسمك ايه يا ابني؟ متولي عبد الرحمن محمد. عندك سبب يا علي؟ اعوذ بالله يا باشا. شالي طباخ يا باشا. طباخ. ما توقف يا علي ثابت، انا حد لمسك. خدوه. ياخدوني على فين؟ انا عملت ايه؟ مش عارف انا عملت ايه؟ حازم بيه اصلا منتخب كده على طول، ما يعرفش حاجه لسه. اهدى يا ابني شويه وامسك نفسك. بعدين بقى ايه ده يا متولي؟ ايوه فندم. شوفوا يا عم سليمان. ايوه شوفوا يا عم سليمان، انا واقع في عرضك يا عم سليمان، ابوس ايدك يا عم سليمان. اعمل لي مسقعه يا ابني. نعم بقى، كل المرمطه دي عشان اعمل لكم مسقعه؟ من غير رغي كتير، نفذ الامر. Well done.
ايه رايك يا عم سليمان؟ كويس مش بطال. يعني انت شايف انه ينفع؟ ينفع. البركة يا ابني. متولي، انت بتحب مصر يا متولي؟ ومين ما بيحبش مصر يا باشا؟ يعني لو في مهمة وطنية ممكن تأديها؟ انا رقبتي فدا مصر يا باشا، بس عدم المؤاخذة انا ما اعرفش اعمل حاجة غير الطبيخ. وهو ده اللي احنا عايزينه منك. عايزين اطبخ لمصر كلها يا باشا؟ دول 75 مليون، ده انا حالي يتهب. متولي، انا عايزك تسمعني كويس. انت واقع عليك الاختيار انك تكون طباخ سيادة الرئيس. انا يا باشا؟ ايوه انت متولي. طباخ الرئيس، طباخ الرئيس يا ابا، متولي هيطبخ لرئيس الجمهورية يا ابا، متولي عبد الرحمن بقى طباخ الرئيس يا ابا. أنا مش مصدق أنا نفسي، متولي عبد الرحمن بقى الطباخ يا ابا، أنا مش مصدق أنا نفسي. اهدى يا متولي وتمالك بأعصابك، لازم تدرك خطورته وأهمية اللي أنت داخل عليه. أنا بحب الرئيس جدا يا باشا، عليا بطلاقة، أنا انتخبته مرتين. متولي، أهم حاجة محدش يعرف إنك شغال في الرئاسة. لا انشراح مراتك ولا تفيده حماتك ولا صلاح خال مراتك ولا مخلوق على الارض. طب عدم المؤاخذه هقول لهم انا بشتغل فين؟ زي ما انت على العربيه بتاعتك. طول عمري حاسس ان ربنا مخبي لي حاجه كبيره. عدم المؤاخذه هو سؤال رفيع يا باشا. اتفضل. هو المرتب كام؟ 350 جنيه. كام؟ في حاجه يا متولي؟ المرتب مش عاجبك؟ لا لا، دول يغرقوني يا باشا. لقلبك، ال 350 جنيه ده المرتب الاساسي، بالحوافز والبدلات يوصلوا 850 جنيه، مرتب الوزير 2000 جنيه. ده الاساس يا باشا.